السلام عليكم، مرحبا بكم شيوات ويدات. اليوم غنقدم معكم لي بات بصلصه بيضاء. من بعد ما كناخذوا السباكيتي كنسلقوها في الماء، كناخذ شويه زويته بلديه، كندير بصيله مقطعه، كنشحرها شويه في ديك زويته بلديه في زيت الزيتون. من بعد كنضيف قطع ديال الدجاج اللي مغسول مسبقا مقطع، كنشحروا مع ديك البصيله، كنضيف التوابل، كنضيف الثومه قبل، ثومه محكوكه، كنضيف مليحه، شويه ديال البزار، الكاري، ممكن تعودوا الكاري اللي بقى غير بالخرقوم. كنخليهم على جنب، وفي نفس المقلاه كناخذ لي زيبينار. انا عندي لي زيبينار متلجين، كناخذ لي زيبينار كنشحرهم في ديك المقلاه مع زويته زيت الزيتون زويته بلديه زيت الزيتون. شوية المليحة، شوية البصل، شوية ديال الخرقوم ديال الكاري، كنزيد عليها لي شامبينيون مقطعين، شوية نص حامضة معصرة. لي شامبينيون تيتواتاو بزاف مع الحامض. كناخد داك الدجاج والبصله اللي شحرت في الاول، كنضيفهم على لي زيبينار من بعد ما هبطوا يعني بالو. كنزيد لا كريم فريش جوج معالق كبار، كناخد واحد نص كاس ديال الماء، كنزيدو على الخليط ونخليه حتى يغلى. من بعد ما غلى الخليط كنزيد فرماج محكوك، كمل على حسب الرغبه، كاين اللي يبغي الفرماج بزاف، كاين اللي يبغي غير شويه. من بعد كنبقى نضيف السباكيتي ديالنا مع داك الخليط، كنخليه يشرب ديك لاصوص، وهذا هو الشكل النهائي ديالنا. من بعد كنزيد عليه شويه ديال الفرماج محكوك. وبالصحه والراحه، نتمنى يعجبكم طبق اليوم، وبالسلام عليكم.